طبعا انت اول ما تدخل جورجيا على الحدود البريه ادي في كنيسه. تركيا بقى عملت ايه؟ اول ما تدخل تركيا الناحيه الثانيه ادي المسجد اللي صورته لكم قبل شويه. حدود غريبه يعني على البحر، من اجمل الحدود يعني، انا بعتبرها دي من اجمل الحدود يعني. لما جيت أسافر على جورجيا قررت إنها تكون مغامرة، فسافرت ليها بر عن طريق الباص، وعشان تكون السفرية كمان بأقل التكاليف فطلعت من مدينة اسطنبول لمدينة باتومي الجورجية في رحلة استمرت 24 ساعة. لكن في الطريق عدينا على بحيرات وأنهار وشلالات، فتعالوا في الفيديو ده أعرفكم إجراءات السفر البري بين البلدين وتشوفوا الطريق من اسطنبول لباتومي، ومتنسوش الاشتراك في القناة ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هاخدكم في رحلة الألف ميل. هنطلع هنا من اسطنبول من محطة الباصات زي ما انتم شايفين على جورجيا، وبالتحديد مدينة باتومي، علشان أوريكم بقى بالظبط الطريق إزاي عاملة في رحلة هتستغرق حوالي يعني 22 أو 23 ساعة، يعني يوم كامل بالظبط من الطريق. طبعا احنا جينا على محطة علي بي ياكوي في مدينة اسطنبول، هنركب أول باص. هننزل فين؟ في منطقة سماندرا في اسطنبول، ومن منطقة سماندرا هنطلع باتجاه باتومي، يعني هنغير بس اتوبيس واحد باص واحد. هو دي كابتن احمد اوغلو، ايه الاخبار؟ ولا كابتن احمد اوغلو انت خدتنا على المحطة دي فاضية يعني؟ هذه المحطة فاتحة جديدة مفيش فيها عليها ضغط لسه، عشان هيك قد ما انا حبيتش انك تتغلب ولا عشان والله فعلا يعني المحطات الاوتوجار اللي هي الباصات في اسطنبول يعني كلها بتبقى زحمة، كتير زحمة. في كم محطة في اسطنبول؟ في أربع محطات يعني دي، بس هذه المحطة لسه جديدة فتحت والله، حتى بين الطبيعة يعني شايفين يعني أجواء خلابة واستمتاع يا معلم. ايه يا أخوي الباص هيجي امتى؟ خمس دقايق عشر دقايق بكون جاي ان شاء الله. يلا بينا يا معلم، مستعد للرحلة؟ تمام مستعد، بس انت مش هتيجي معايا هتسيبني. الاتوبيس اتحرك بالظبط الساعة 2:30، فانا هعتبر من 2:30 بدأت الرحلة، ونشوف بقى نوصل مدينة باتومي بالظبط الساعة كام، علشان قد ايه الوقت. هم قالوا لنا في حدود 21 ل 22 ساعة، يعني يوم الا ساعتين. خلينا نشوف بالظبط قد ايه هذه الساعه. الساعه 2:30 او 2:29 دقيقه بالظبط. بسم الله توكلنا على الله، اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. احنا كده غيرنا اول باص، هو ما فيش غيره الباص اللي جاي ان شاء الله، يعني ما فيش تغيير. فان شاء الله كمان نص ساعه هيجي الاتوبيس او الباص اللي رايح على مدينه باتومي. وانا يا جماعه التذكره اخذتها ب 800 ليره تركي. التركي للاسف بيتغير كل شويه سعره، في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ب 17، الدولار ب 17 و300، فيعني بتطلع في حدود 46 دولار 45 دولار. ادي هلا وصل الاتوبيس الباص اللي رايح على باتومي، يعني هو رايح على كذا مدينه في جورجيا، باتومي وكوتايسي وتفلس، بس احنا ان شاء الله هننزل في باتومي. طبعا انا دلوقتي ركبت الباص، بسم الله ما شاء الله، يعني ايه قاعد في الكرسي الاولاني، يعني زي ما انتم شايفين الكابتن احمد اوغلو ظبطني، بس الاتوبيس فل زي ما انتم شايفين، يعني مفيش مكان فاضي. ودلوقتي وصلنا على استراحة قريب من مدينة بولو، يعني الساعة دلوقتي حوالي يعني ما شاء الله 8. بسم الله ما شاء الله الطريق يعني رائعة وجميلة بصراحة، يعني بتعدي على بحيرات وعلى مدن جديدة، يعني بولو أول مرة أعرفها بصراحة يعني في الطريق، باين عليها إن هي يعني جاية على وادي وحلوة. طبعا بالليل بقى الواحد يقضيها نوم، لأن إيه أنا صاحي من الساعة 7 الصبح، فلما تلاقي الدنيا الواحد إيه مش هيحس بأي حاجة. بنصحى الصبح بقى إيه نصور لكم المناظر، وعلى الحدود إن شاء الله بقى نشوف على الحدود هندخل ويحصل ايه بالظبط.
طبعا بالليل درجات الحرارة وصلت ل 14 درجة، والكلام ده كان في عز الصيف، لكن انا بقى قضيتها نوم علشان استعد الصبح لمناطق الشمال التركي. لما تصحى الصبح هتلاقي نفسك على سواحل البحر الاسود، وهتشوف اجمل شروق للشمس مع البحر ومدن الشمال التركي، لكن محسوبكم كان في عالم تاني. هتبدأ تعدي على مدن الشمال التركي مدينة مدينة، هتعدي على أردو طرابزون وأيدر، وهتشوف مجسم كوباية الشاي في مدينة ريزا، وهيفضل ساحل البحر الأسود ماشي معاك لحد ما توصل بمدينة باتومي. وقبل ما نوصل للحدود ب15 كيلو وقفنا عند شلال واستراحة جميلة، تعالوا أفرجكم عليها. طبعا يا جماعة احنا دلوقتي وصلنا فين؟ على قبل الحدود، نقطة قبل الحدود ب15 كيلو بالتحديد، بعد مدينة حبة. يعني 15 كيلو نوصل مدينة صربي في المنطقة الحدودية بين تركيا وجورجيا. شايفين يعني المكان، بسم الله ما شاء الله، يعني ايه، في شلال، شايفين شلال رائع. وادي الباص بتاعنا ان شاء الله على جورجيا. الطريق ممتع، يعني دي ثالث محطة نقف فيها، وقفنا محطتين قبل كده كانوا بالليل، ودي ثالث محطة. يعني بنقف على كذا مدينة ولكن ما بننزلش، يعني يركبوا ناس على السريع. صراحة يعني الوضع ممتاز والطرق روعة. يعني بصوا جمال المنظر، واحنا ماشيين ايه على ساحل البحر الاسود. الواحد يروح ياخد له بريك، يشرب له كوباية شاي، يدخل الحمام، يصلي الضحى. ربنا يسهل لنا امور الحدود، نوريكم بقى الحدود ونوريكم بقى ايه هيحصل معانا في منطقة الحدود. يا سلام، فين الحدود التركية الجورجية قبل الحدود ب 15 كيلو. استراحة في الكافيه، هذه الكافيه ورانا، وادي الشلالات. طبعا احنا وصلنا منطقة الحدود، ما شاء الله في ازدحام كبير عليها. نروح ناخد الشنط بقى ونروح نختم. ما شاء الله في مسجد، يعني شايفين الناحية التانية، اول ما تطلع من جورجيا على تركيا في مسجد، ان شاء الله مسجد. فنروح بقى نختم ونشوف بقى، نوفيكم باخر التفاصيل، نشوف بقى الحدود هيقولوا لنا ايه وهيحكوا لنا ايه. طبعا اللي لا قدر الله اللي يرجع، هي فيه مواصلات وترجعكم على طرابزون وريز ومدينة حبة. هذه هناك جورجيا ولا تركيا، لا قدر الله اذا واحد رجع يعني ما يحملش هم في كل حاجة. الحمد لله دخلنا حدود جورجيا. طبعا هم ما سألونيش من اسهل الحدود الموجوده في العالم، ولا قال لي يعني بالنسبه للاردنيين بصراحه جوازك، ولا قال لي قد ايه هتقعد، ولا قال لي حجز نازل فين في جورجيا. والله البنت ختمت لي وقالت لي ويلكم تو جورجيا ومدلوبه. طلعت على طول على هيئه السياحه، ادوني كتب بقى عن باتومي عشان اظبطكم بقى يا جماعه، اظبطكم ان شاء الله، ادعوا لي. وهذه تجربتي مع حدود جورجيا، من اسهل الحدود ومن اجمل الحدود ومن اجمل الطرق الموجوده في العالم. طبعا هذه مدينة صربيا على طول، اول ما تدخل المدينة شايفين هذه بيوت وفي فنادق برضو. طبعا في عندكم صرافين اذا عايز تصرف لاري، كل حاجة، سوق، عايز تاكل تشتري اي حاجة. المدينة هي صغيرة، احنا بعيدين عن مدينة باتومي حوالي يمكن 30 كيلو، يعني من 25 ل 30 كيلو. يعني تقدر نقول ان احنا وصلنا. طبعا اول ما وصل باتومي بقول لكم قد ايه بالظبط احنا هنوصل، علشان ايه اقول لكم يعني قد ايه الطريق قعدت معايا. هي يعني تقدر نقول يوم كامل، يوم كامل. وادي اجمل الاطلاله، قولوا لي ايه رايكم في الحدود. الحمد لله دخلنا. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. بنصحكم ان انتوا لما تسافروا اي دوله تدعوا بالدعاء ده، دعاء سيدنا موسى، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. بقول لك من اجمل يعني الادعيه، العلماء بقول لك ده يعني ايه معناه، يعني يا رب ابعت لي اي خير انا محتاجه يا رب، انا عبدك الفقير. ف
فسبحان الله يعني هو كان طالع من مصر مضطهد، معهوش اي حاجه، لا فلوس ولا مأوى ولا مأكل. فبقول لك بعد ما دعا الدعاء ده يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى فتح عليه الخيرات. شوفوا خير ربنا سبحانه وتعالى. يعني العلماء حتى بقول لك العلماء مش شرط للسفر، تدعيه كل يوم في حياتك، بعدها ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه جمع له كل الخيرات. سبحان الله بقى ايه راح عند الرجل الطيب او الرجل الصالح، فقال له لا تخف نجوت. يعني كان خايف وكان خرج من يعني من مصر خائف يترقب. فشوفوا بقى هذه اول حاجه الامان. شوف الخير بقى الثاني بقى، شوف الخير بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه، قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، يلا هدي الجواز. اللي عايز يتجوز عليه بالدعاء ده جوزه. اللي شوف ما كانش يعني خارج معوش ولا اي حاجه. بعد كده قال له ايه بقى، شوف الخير اللي بعديه، على ان تاجرني عقد عمل، تاجرني ثمانيه حجج، عقد عمل لمده 8 سنوات. قال له ان اتممتها 10 فدي كرم من عندك. يعني عقد عمل شوفوه من 8 سنوات ل 10 سنوات. الناس اللي عايزه تسافر وبتدور على شغل الدعاء ده يلزمها، يعني من اقوى الادعيه العلماء، يعني من اقوى الادعيه. فدايما انا لما ادخل اي دوله جديده خصوصا وما كنتش عارف اي حاجه، ربي اني لما انزلت الي من خير الفقير. والرسول صلى الله عليه وسلم بقى لما شاف سيدنا موسى دعا بالدعوه دي وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى اداله الخير ده كله، فدعا دعوه بقى. ايه هي الدعوه؟ اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمت منه وما لم اعلم. فندعي بقى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم امين، قولوا امين، وربنا يرزقني واياكم الخير اجمعين. ونبدا رحلتنا يا رب، سهل لنا امورنا في جورجيا، ونحاول نغطي لكم تغطيه حلوه. ادي الباشا لسه وصل، يعني بقى لنا نص ساعه دي نستنى الباشا. يعني احنا اجراءاتنا اسرع من الباص، بس هلا واصل. وبعدين بقى نحط بقى الشنط وننطلق الى باتومي. طبعا بعد الحدود ب2 كيلو الاتوبيس وقف، ووقفنا عند الشلال ده، احد الشلالات. وانت رايح على في طريقك على باتومي، شلال صربي قريب جدا من حدود تركيا. بصوا الشاحنات واقفه دور، يعني مشينا حوالي 3-4 كيلو. الشاحنات من هنا بدايه الدور، الشاحنات عشان تدخل الحدود التركيه مع جورجيا. طبعا انت بامكانك تيجي بص 16 برضه، لانه بيعدي على المنطقه هنا. يعني حابب تيجي المكان ده، في هنا كافيتريات عند الحدود اهي، في كافيتريات ممكن تقعد قاعده على البحر. لو احنا قبل ما ندخل الحدود ب 10 كيلو تركيا كان في شلال، وادي بعد ما دخلنا شلال. فجورجيا باينه على طول من اولها بالشلالات الحقيقه، يعني بلد الشلالات هي من اولها. ادي من اولها شلالين واحنا لسه ما بداناش الرحله، هي مسهل الحال. تعالوا بقى نروح نشوف الباص، لان الباص يمكن قال لنا بس 5 دقائق، لان الطريق ضيق والشاحنات ابتدت تاخد ادوار. يا جماعه انا هيني وصلت باتومي، هذه الباص وقف هنا، هو هيكمل على كوتايسي ويكمل على كذا مدينه. وادي هنا المكاتب اللي بتودي على اسطنبول، وانا عارف يعني في شارع رئيسي هو. بصوا يعني مفيش محطه ستيشن ولا بالظبط. انا وصلت الساعه 12:30 زي ما شايفين، هذه الساعه 12:30 بالظبط، يعني 22 ساعه زي ما قالوا لي من 21 ل 22 ساعه. نروح في لنا مكان نقعد فيه، نشبك نت، نشوف هننزل فين، في لنا هوستل. يعني ده فيديو طريق بس، اما فيديو جورجيا ان شاء الله بقى ايه هنظبطكم بقى في فيديو جورجيا وباتومي وكل مدينه نروحها ان شاء الله ايه ليها فيديو، فانتظرونا ان شاء الله. ويلكم جورجيا. ماي فريند ماموكا، هذا منزل برلمان جورجيا، مكان التقاء النهرين، النهر الاسود والنهر الابيض. ظاهره ربانيه عجيبه، ربنا بيقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. هذه البرزخ ربنا سبحانه وتعالى نجى من الطوفان سيدنا نوح واللي معاه، واستوت على الجودي. طيب الجودي ده فين؟ اهو هنا. ويلكم تو تبليسي. طبعا العرب لما جم هنا تبليسي سموها تفلس، هم اللي سموها تفلس. ويلكم تو باتومي.
هتلاقوا بقى ايه ظاهرة نشر الغسيل في الشارع والتحديد بس في مدينة باتومي. هذه يا جماعة الباص اللي بيروح على مدينة خولو. خولو مدينة المسلمين هنا في جورجيا. وانتم ماشيين في الطريق الى خولو، الطريق جميل ورائع زي ما انتم شايفين. نهر مسلم؟ مسلم الحمد لله. الحمد لله. الله. كوتايسي. احنا وصلنا مدينة كوتايسي، والمدينة لها يعني قصة نحكيها لكم مع طريق الحرير. مرحبا بكم في واحدة من أكثر المدن غرابة في العالم، المدينة المهجورة تكسل توبو. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: قل سيروا في الأرض فانظروا، انظروا كيف كان عاقبة الظالمين. الظلم. جوزيف ستالين من أكبر الطغاة في العالم. هادي القصر بتاعه أصبح دلوقتي مهجور وخاوي على عروشه. شياطورة هي المدينة اللي وقف فيها الزمن من ساعة سقوط الاتحاد السوفيتي لحد النهاردة. انت لما تروح هناك هتلاقي عربيات الكيبل كار واقفة من وقت سقوط الاتحاد السوفيتي لحد النهاردة. Welcome to Chiatura. This is my city. There's the cable car. عمود كيتشي حلو انك انت تزوره. العمود كيتشي هو عبارة عن عمود صخرة كده او دبوس كده سبحان الله، وفوقيها في دير كده او صومعة بناها احد الرهبان. هنضرب!